بسم الله الرحمن الرحيم، وهنكمل مع بعض محاضرات البرسيد نيماتود، ودي المحاضرة الثانية في البرسيد نيماتود. وبرضه لا يفوتني ان نشكر الدكتور احمد جارح. الباقي بقى من البرسيد نيماتود الشابرتيا، والشابرتيا ديت فيها نوعين، شابرتيا اوفاينا واستبغستوما كولامبدينا. يبقى بندرس حاجتين، ودول من الحاجات المهمة على فكرة انا درستهم كويس عشان ما حدش ايه يجيب في الامتحان وما يغلط فيه. شابلت وفينا والاسبوغستوما كولامبينا. الاسبوغستوما كولامبينا والاسبوغستوما كولامبينا بيسموها نوديولار وورم اوف شيب، بتبقى موجوده في الشيب والجوت والكتد، لكنها موجوده في اللارج انتستين او الكول. المفروض هناخده في العملي مفيش مشكله بالنسبه لنا، لكن لازم نبقى عارفين في حاجه كاركتر مميزه هنا، ان في الفنترا سيرفيكال جروف موجود عند السيرفيكال باب اللي، وده اللي بيبقى موجود انتيرو تو ذا ميدل اوف السبغس. دي من الحاجات اللي بتميز الاسبوغستوما كولامبي. ده شكل السبغس بتاعها، دي شكل الادلت اللي هي موجوده في الاسطوره عندنا. ده شكل كوبريتري بيرسا في الميل، بتبقى ليها شكل مميز في حالة الاسبوغستوما كولامبينا، والكوبريتري بيرسا والريز بتاعتها بتبقى فيري كاركترستيك. شكل الايج بتاعها، كل ده هناخده المفروض في العمل، لكن شكل الايج بتاعها نفس شكل الايج بتاعت الكولوستوما العادية، لكن السيل بتاعتها بتبقى من 8 ل 16 وتبقى وايد برود فولز. ايه دورة الحياة بتاعتها؟ دورة الحياة بتاعت الاسبوغستوما كولامبينا ان احنا بنقول زاوت مايجريشن. عند الامور الطبيعية الايج تنزل في الاستول وبيحصل لها ديفولبمنت بالسول، لانها تنزل اماتيور وتتحول بعد كده ان يحصل لها ماتوريشن ويحصل هاتشنج، فبتطلع لي راديو فورم لارفا، والراديو فورم لارفا بتتحول لفيلاري فورم لارفا زيها زي السلونجيلاس بالظبط. وبعدين الانفكشن الشيب بيحصل، بيحصل انجيشن انفكتد لارفا، وبعدين تعمل بنتريزنز انسينا ميكوزا ولوي، وتقعد فيها لغايه لما يحصل لها ديفولبمنت وتطلع تدي الادلت بعد كده. يبقى الايج باس وذ ذا فيسز تاني في الاسطول. ادي الايج نازله في الاسطول، هيحصل لها ماتوريشن وبعدين هاتشك تديني رادس فورم لارفا اللي هتتحول ل فيلاري فورم لارفا اللي هي بعد كده تتحول لانفكتيف سيل. هنا هيحصل لها انجيشن وبعدين تدخل تروح للسمول انتستين وتعمل بنتريشن للوول بتاع السمول انتستين وتديني بعد كده الادلت ميل وفيميل، ادلت ميل وفيميل. تمام؟ خلي بالك هنا الميجريشن ما تمش كامل، هو تم فين؟ في الساب ميكوزا. هنا راحت الساب ميكوزا وقعدت الساب ميكوزا وتحولت ل لادلت ميل وفيميل. ده اللايف سايكل بتاعها الاسبوغستوما. ايه طيب الباثوجينيز بتاعتها؟ ودي من الحاجات المهمه ان هي تعمل انفلاميشن اللي بتتكون حوالين اللارفا. اللارفا لما تيجي تعمل بنتريشن للسيرموكوزا بتعمل انفلاميشن، لكن الاهم ان فورميشن اوف نيديول، فورميشن اوف نيديول، عشان كده بيسموها نيدرال وول. دي السمول اوبننج بتتكون و بيحصل منها بص للصهار في الانتستين وبتعمل لي نيديولز داخل السمول انتستين، عشان كده بيسموها نيديولز او نيدرال وود. وبعدين بتنزل توكسيك سبستانس بتنفرد باي الوود كوزنج بريزستنت دياريا، بتخلي برضه الحالات عندنا فيها كرونيك دياريا وجرينش، وبيبقى بريزستنت سوشن وسب مانديبلر اوديما. ده في سب مانديبلر اوديما زي ما هنشوف دلوقتي، وممكن تموت الشيب منك في هذه اللحظه. ادي
شايفة دي الكنوز اللي كونتها داخل دي اهو، شايفين ده النيوز اهي، شايف النيوز دي، شايف النيوز اهو، شايف اهو، ده كل دي نيوز موجوده هنا. لو حضرتك شايف ده الاندستين بعد ما الحيوان اتذبح، شايف النيوز كلها موجود، شايف هنا السب مانديبولار، سب مانديبولار قديمه، سب مانديبولار قديمه بالشكل ده، فده كله هو بيعمل تقرحات، شايف نيوز هاي بتكونت، فعشان كده بيسموها نيوز الروح. اكزامينشن دستور هنشوف الايج، ولو نعمل كاشر هنشوف الانفكتد ستيج اللي هو عباره عن فيلر هوم لارفا. لو احنا هنعمل كاشر diagnosis have examination of pieces finding the egg، دي اهم حاجه. وبعدين جينس شابيرتيا، والشابيرتيا اوبينا بيسموها لارج ماوث باول وور، وبعدين الوسط بتاعها الشيب والجوت والكتل وممكن الحيوانات الباقيين. موجوده فين؟ موجوده في اللارج انتستين. نقف عند الحته دي عشان الهابيتات. يبقى احنا دلوقتي في الشيب بالذات خدنا ثلاثه هم موجودين في اللارج انتستين، خدنا الشابيرتيا اوبينا، شابيرتيا خلي بالك في ناس تنطقها كبيرتيا، فاكر كبيرتيا هتتغطى في البلد، لا دي اسمها شابيرتيا اوبينا، وخدنا القص بجستوما وكولامبينم، وخدنا ترايكو كيفلس اوبس لو انتم فاكرين في المحاضرات اللي هي كانت مع الاسكات هناك. يبقى دول الثلاثه بيبقوا موجودين في اللارج انتستين اوف شيب. المورفولوجي بتاعها بتبقى الورم صغيره وفيها الميل طبعا روفيميل زيها زي اي نيماتود، ويبقى الباكا كبسول بتبقى كبيره وبنت فينترال كده، تلاقيها عامله زي قدره الفول من ناحيه ثانيه كده الشكل ده بنت فينترال، واخد بالك. وبعدين ليها ترانسفيرس فاكال جروب وبيبقى بالشكل ده، شايف انا شايف اهو اهو اهو، شايف دي الباكا كبسول بتاعتها ودي الكوبولاتري بيرسا بتاعتها. اهو شايف دي الكوبلاتري بيرسا وده البكر كالسول بتاعتها بنت فينترالي وكبيره كده، شايف البكر كالسول بتاعتها انتيرور اند بتاعتها والبكر كالسول بتاعتها كبيره بالشكل ده خلاص. ودي شكل الاجل بتاعها، وتبقى سيجمنتد امبرو من جوه، لكنها برضو ما زالت اماجي. اللايف سايكل الفيميل بتحط الايج بتبقى اما ترو تتحول بعد كده لارفا تحصل لها من اول تاني، الفيميل بتحط الايج اما ترو يحصل لها ماتوريشن، يحصل لها هاتشنج، تديني رابيد فورم لارفا يحصل لها ديفلوبمنت تتحول لفيراري فورم لارفا، يجي الشيب يعمل انجيشن للفيراري فورم لارفا هي تعتبر انفكتيف ستيج خلاص، تتحول دايركت للادر في السمول انتستين خلاص. يبقى كده ليها الشبيرتا دي ليها دايركت سايكل على طول، مفيش مايجريشن. لكن في الاستروما لو انت فاكر كان مايجريشن يتم في الميوكاس الجري عشان تعمل لي النديوز تمام. ادي عندنا اللايف سايكل، لو حسيتك اهو موجود هتلاقي الشيب بتحط الايج بتديني يحصل لها ماتوريشن، يحصل لها هاتشنج، تديني رابد فورم لارفا، وبعدين تديني فيلاري فورم لارفا، فيلاري فورم لارفا ياكلها الشيب يحصل تتكون في اللارج انتستين بتاعه الارض. بص بقى الباثوجينز بتاعتها، اكستنسيف ديستراكشن ان ذا ميكوزا اند سكندري انفكشن. بص بقى الباثوجينز، اكستنسيف ديستراكشن ان ميكوزا اند سكندري باكتيريا انفكشن. وفي حالات السيفير انفكشن لما يبقى عدد كتير من الورم موجود هيحصل دامج للميكوزا، وبيحصل لها انتستاينال لاينينج كوزنج سيكنس، ويحصل تكيال كونديشن اند سام هيموس. الدامج والانفلاميشن بس لدرجة تحصل لي على طول دايرية، وبعدين الدايرية ديت ممكن قوي تعمل سوفت فيزز، وبعدين يحصل الاكسيزيف تراون ميوكاس ميمبرين نازل في الاسطول، والشيب تبقى كده اعمالها اكسبوستد
وبيحصل لها ويكنس وتبقى انيميك وممكن تموت. ده في حالة ايه؟ في حالة الشبيرتيا اوبر. شايف ادي ده لابد الدسم والشبيرتيا اللي فيها واضحة ده دايجنوزس ان انت تلاقي الاج موجودة في لستو. تريكو سترونج ليدي وديت ممبرز من فيمالي ممبر السمولر سلندر وورم تبقى ليها بكر كارتول وما فيهاش ليف كراون ولا تيس موجوده ليها كوبلات ريفيرسا والديفولمنت وبناخد منها ترايكو سترونجيلا والهومونكس واوستر تاكر ونيماتو زرق تنجر كلهم دول خمسه جينات هناخدهم. الترايكو سترونجيلا سموها بلاك سكور سكور وورم ديت الهوست بتاعها تبقى موجوده في الابوميزم بتاع الشيب والكاتب والباسولينين بتاعتها ده كله المفروض بتاعها مفيش فيه مشكله. رد فورم الار بتحول لفورم الار لايف سايكل بتاعتها الفيميل بتحط ايج نفس الكلام ارجوكم ما تحفظوش كتير كلهم زي بعض الفيميل تحط ايج الايج تتحول تحصل لها ماتوريشن بعد كده تحصل لها هاتشنج تحول رابيد فورم لارفا رابيد فورم لارفا تاخد شويه وتتحول لفيلاري فورم لارفا. الانفكشن بيتم ازاي؟ عن طريق الديشا او فيلاري فورم لارفا. كل اللي احنا خدناه في البرسيد نيماتود ما عدا الكلستوما بتاع الديدنال كله يمشي نفس الكلام فبالتالي ما تقعدش تحت. بعد كده في السمول انتستن هيحصل لها مولتنج وبعدين تتحول لريتيرن تو ذا رومن اوف ابوميزم وتقعد في الابوميزم. ده الاسترونجيلا. الانفلاميشن بتاع الميكوزا بتتعمل لي جاسترونترايتس وبيحصل دامج في اللايف بتاع السمول انتستين وبعدين بتخلي يحصل ديهايدريشن للحيوان ممكن يبقى انيميك ويموت. ده شكل دياجنوز ان احنا نشوف الايه هومونكس كونتورتس في موجوده بالسيبل رومينان وموجوده برضو في الاب اوميزم وبرضو ليها نفس الكلام ميل وفي ميل وبتبقى موجوده بيسموها باربر بول وورم. ولو انت هنا ده في ميل بالذات ادي الفلاب بتاعها الفلاب بتاع الميل وادي ده الكوبريت بيرسا بتاعه الميل والهومونكس كونتورتس ايج نفس الحكايه برضو موجوده زيها زي السترونجيلاس عادي لكن ممكن تعمل لي انفيتير هومريد وجاسترايتس وممكن تعمل لي انيميا جيدا وممكن تعمل لي سب مانديبولار اوديما. شايف اهي سب مانديبولار اوديما اهي موجوده انا شايفها اهي سب مانديبولار اوديما خلي بالك وتعمل شوف الانيميا شكلها ازاي في انيميا ويكنس ايماسيشن وتعمل لي بوتل جو بوتل جو اللي احنا بنسميه ساب مانديبولاري اودين. شايف شكل بوتل جو شايف شكل بوتل جو شكل ده شايف شايف الانيميا بالشكل ده شايف الايماسيشن بيتم ازاي وشايف الانيميا في الاي شكلها ايه. برضو من الدياجنوز ان احنا ممكن نشوف الايج في الاسطول او نعمل كلتشر عشان نشوف اللافا بالنسبه لي. بعد كده اوستر تاجي او سمول براون ستومك وور موجوده في الاب وميزه نفس الكلام وشكل الاوستر تاجي ده واضح سواء كان ميل او فيميل تقدر تركز عليها. دي الاوستر تاجي ادي شكل الايج بتاعتها واللايف سايكل بتاعتها عاديه جدا زيها زي اللي قبل كده الايج تنزل بستول يحصل لها ماتوريشن رابس فورم لارفا فلاري فورم لارفا يحصل لها انديشن ومفيش مايجريشن. بص الجينيز بتاعتها بيحصل هايبر بليزيا لجاس جلاند في اللوكس ميمبرين وبعدين فورم نيديولز برضه ويحصل انوركسيا ويحصل نكروزز للابوميزر رول ويحصل انديشن و drink large amount of water due to dryness ويحصل second blood anemia weakness وبعدين يحصل بس. شايف ده شكل الابوميزم بالشكل ده اللي بنتكلم
نيماتودرس سبيسجر، وده بيسموه ستين نيكل انتستينال وول شيب والجول، موجوده في السمول انتستين، وده شكلها بالشكل ده. ادي شكل الورم نفسها وشكل الايج بتاعتها، وكمان شكل السبيكولز اللي موجوده في الكوبراستري بيرسا، والايج نفس الكلام، تبقى برضه اماتيور وفور سيل ستيج امبرو. الايج يحصل لها ديفلوبمنت، وبعدين يحصل لها مولت ليها وطلع لي لارفا، والدرجة الفورمولارفا تتحول لفيلاريفورم لارفا، والانفكشن يتم عن طريق الانجيشن اوف فيلاريفورم لارفا. ايه ده بالشكل ده، فيرست ستيج لارفا والسكند ستيج لارفا، وبيبقى اللايف سايكل بتاعتها نفس الكلام ونفس الحكايه، مفيش مشكله. بتعملي اروشن للانتستاينال ميكوزا وكوزنج اكستنسيف ديستراكشن اوف ميكوزا الممبرين، وبتعمل لي دايريا ويعمل لي هيدريشن وماسيشن. فاميلي ميتا سترونجيلاس، وده برضه نعرفها، المعرفه دي السترونجيلاس اللي موجوده في البيكس، وبتبقى موجوده في البرونكيال والبرونكولز، ونفس الحكايه اللايف سايكل مفيش فيها جديد. الايج بتنزل في البرونكوز، وبعدين كافت وسوليد وتنزل في السور، ممكن تاكلها الاير سوروم وتبقى زي كانها ايراتيك بارازايت، مفيش مشاكل. ده السترونجيلاس دي تتقري قرايه، مش هنطالبكم بيها كمنهج، لا دي تتقري قرايه بس مش. والبروتو سترونجيلاس برضه نفس الحكايه، مش عايز برضه اسجل عليكم واقول، لكن في فاميلي اللي هي ديكتي كولاس، دي من الحاجات المهمه. فديكتي كولاس في فيرا دي موجوده في اللانج وورم اوف كاتي، ديكتي كولاس في لاري لانج وورم اوف شي، ديكتي كولاس ارني فين دي لانج وورم اوف اكواتي. بالراحه كده ديكتي كولاس دي موجوده فين؟ في الكاتل، والهابيتات بتاعتها موجوده في التراكيه والبرونكياي، والمورفولوجي ان هي رفيعه كده لكنها برسيدد نيماتود برضه، يعني فيها كوبلات ريبيرسا. واللايف سايكل بتاعتها الادلت بتحط امبريونيت ايج. الفرق بينها وبين اللي فاتوا ان اللي فاتوا كان يحط ايج اماتور يحصل عشان يحصل لها ماتريتي، لكن دي تحط امبريونيت ايج. الايج هاتش ممكن في اللنج وكافد وسوليد باي هاتش ان ستول، يعني ممكن الايج يحصل لها سولند ويحصل لها هاتشنج في الستول، لكن في الاخر تنزل لي لارفا. ذا سيل ستيج لارفا اللي هي الانفكتد لارفا دي فولم في خلال 4 ايام، وبعدين الكاتل يحصل لها انفكشن بايه؟ قلنا كله انجيشن اوف ذا انفكتد لارفا، وبعدين تعمل بنتريشن ذا انتستين والميزنتريك لينف نود، وبعدين في الاخر لارفا تروح للبلاد للبلاد ستريم، وبعدين اللانج، وبعدين تدي الأضل بتاعتها. خلاص؟ يبقى هنا الفرق الوحيد بين اللايف سايكل ديت واللي قبل كده كله في البرسيت نيماتود، ان الايج هنا بتنزل ايه؟ امبريونيتد، يعني ايه؟ باختصار وممكن قوي يحصل لها هاتشنج في السمول ديستن، لانها بتبقى موجوده في اللانج فبتتكح وبتتاخد عن طريق السبجاس، وبعدين تنزل في السمول ديستن وتنزل في الستول، وبعدين تديني رد فورم لارفا تحول فيلاريفورم لارفا، يجي الحيوان يعمل انجيشن لفيلاريفورم لارفا ايه ياخد الجيش. في كل اللي فات كله واللي جاي كله ان كله هنا الانفكتد ستيج اللي هي الفيلاريفورم لارفا. ادي الاضل موجوده في اللانج والايج شيت كونتيننج فيرست لارفا، وبعدين الايج هاتش ممكن داخل الهوست، وبعدين اللارفا تنزل في الستور، وبعدين يحصل لها تحول ل سيرد ستيج لارفا، وبعدين يحصل لها انجيشن ومايجريت تو ذا لانج فيا ذا لمفاتكس. ده الكلام اللي احنا قلناه، نفس الكلام كلايف سايكل. الباثوجينيسيس في اليانج كاف بالذات ممكن لو انفكشن بسيط بتعملش حاجات خفيفه، لكن بتعمل كاف وبتعمل تيكي كارديا وبتعمل لي ليبر بريسنج ويز هيد اند نيك اوفر ستريتش ونزا ديسشارج وانوركسيا بيسموه هاسك اور فيرمينياس نيومونيا، بتعمل لي فيرمينياس نيومونيا ودراي كاف وشورا سبيريشن سينوزيس. ده بالنسبه للدكتور. ده شكلها، شايف عندك الحيوان اهو ازاي بيكح بالطريقه دي، وادي الاضل بتاعتها موجود. دايجنوزز ان احنا نشوف
اللارفا في الاسطول، لان الايج بتنزل بتركح وتدخل في الاسطول، فبالتالي ممكن تحصل لها هاتش وتنزل كلارفا في الاسطول. اديك تقول لاس فيلاري لاري اللي هي الشيب لانجوير، موجودة في الشيب برونكياي وبرونكوز كهبتات، نفس الكلام ونفس الحكاية، مفيش كسايكل بيحصل ميوكوس ديشارج فروم نوستلز وشو ريسبيريشن وماسيشن وانيميا وكرونيك فيرمناس نيمونيا. كرونيك فيرمناس نيمونيا بيسببها ايه؟ الديكتيفونس. ده شكل الديكتيفونس موجوده في اللانجز بالكميات الكبيره دي، تعمل مشاكل كبيره جدا طبعا، وقف وخلي الحيوان ريستلس. شوف اللانج وورمز التراكيه والبروكياج اللي هي بالشكل ده اهو، دي الورم موجوده في اللانج. ديك دي كولاس ارنفيندي دي ودي الاكواين لانج وورم، ودي موجوده في الاكواين وبرضه في البرونكيول والبرونكياي، وبتبقى نفس الحكايه برضه بالنسبه للايج نفسها زي الحكايه، بتنزل الايج ويحصل لها هاتشنج برضه اللارفا، واللارفا تتحول لسلسلة، فنفس الكلام مش عايزين نكرر حاجه. في حاجه مهمه جدا اسمها سانجيميس تراكيد، والسانجيميس تراكيد بيسموها الجاب وورم او ريد لانج وورم، تبقى موجوده في التركي والوايلد انيمالز والطيور عموما، وبتبقى موجوده في التراكيد، وتبقى ريد ان كلر وليها بكر كبسول وفيها ميل وفيميل، والسبيكول بتاعتها بتبقى ايكوال، والفرطه بتاعتها بتبقى ات ذا اند اوف انتيريور فورس اوف ذا بودي، وشكلها ما نشوفش كده سموها جابس وورم، لون الاحمر كده لان دي في التراكيه، شايف التراكيه اهي بتاعت التراك، وادي الورم داخلها، شايف المنظر ده كما لو كان مليانه وورم. ده الايدج بتاعتها برضو فيها سانجيمس تراكيه هاي اوبركليتد ايج، يعني كما لو كان فيها تو اوبركلم من كود بلاكس اهي، ومن كود بلاكس من الناحيه الثانيه اهي، ده شايف ده كان فيها اوبركلم والسكننج بتاع الايد شيل واوبركيولا اون ذا سانجيمس تراكي ايج، يعني كما لو كان في سانجيمس تراكية اوبركلم موجود فيها. واللايف سايكل ايج كافد وسوولد بس اوتسايد وذ فيسز ديفولبمنت افتر 3 دايز، عشان تديني لارفا، اللارفا تحصل لها هاشنج تديني لارفا فورم لارفا، وتتحول بعد كده لسيل ستيج لارفا، والانفكشن يتم باي انجيشن اوف انفكتد لارفا، نفس الكلام مفيش كتير، يعني مش عايزين نحس عشان ما توش كل البرسيت نيماتود الانفكتد ستيج بتاعتها عباره عن سيل ستيج لارفا، كلهم بيحصل عن طريق الانجيشن في سيل ستيج لارفا، وكلهم بالدياجنوستيك سيت بتاعهم لاج، فيما عدا بعض الحالات اللي بينزل فيها زي الدكت كولر بينزل ايج ماتيور، انما الباقي كله بتبقى ايه؟ ام ماتيور زي هنا بالظبط. السنجيم تركي لايف سايكل نفس الحكايه، وبعدين الباثوجينيسيس بيحصل جامد لللانج ريزلت فروم ذا مايجريشن اوف ذا ورم كوزنج هيموريد اند نومونيا. الورم ساك بلاد من التراكيه فبتعمل برضه انيميا. اليانج بيرد بتبقى سيريسلي انفكتد او سيريسلي افكتد، شوف ذا كاركترستيك جاب، يعني بقى تقول جابنج كده بتعمل جاسبنج عشان تلقى عشان تاخد تعمل effort to get sufficient air عشان الورم موجوده واخله التراكيه بتاعتها، وبيحصل انيميا ويكنس، واحنا ممكن نشخصها بوجود الايج. شايف المنظر الفراك هي زي ما يكون فتحه بقها مش قادره تاخد نفسها، شايف بالشكل ده، شايف بالشكل ده، وادي هنا الايج موجوده في الحديد. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.